واحد الندوة اللي في الحقيقة ممكن نقولوا أنها ميلاد على مستوى إقليمي ديال البرنامج الوطني للتربية الدامجة اللي سبق أن تلقاته الوزارة في 2019 وكانت تحت رعاية سامير صاحب الجلالة وهو رئيس الحكومة والفاعلين في المجال. اليوم على المستوى الإقليمي أننا كنلاحظوا واحد الدينامية مشهودة اللي كتبشر بالخير في مجال تمدرس الأطفال في وجهية إعاقة أو في وجهية خاصة، وذلك تبين من خلال التدخلات سواء ديال السيد المدير الإقليمي سواء ديال الجمعيات الفاعلة في المجال أو ديال السيد ممثل الوزارة رئيس قسم التربية الدامجة. إحنا كمجتمع مدني عبرنا خلال هذا اللقاء على الحضور ديالنا في هذا المجال، على الاستعداد ديالنا باش نكونوا كشريك أساسي في تنزيل أمثل لبرنامج التربية الدامجة بكل ما أوتينا من تجربة ومن من 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 الأمور اللي ممكن أنها تكون لصالح تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وفي الأخير هذه دعوة من هذا المنبر إلى جميع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة أنها تنضم لنا باش نكونوا سند وخير سند لتمدرس هؤلاء الأطفال، خصوصا وأن الإطار التشريعي الآن موجود ما بقى غير للشغل. وشكرا.